صباح الخير يا دكتور. صباح الخير دكتور. السلام عليكم. Recording in progress. الصوت واضح حبايبي، الصوت واضح حبايبي. دكتور في صدى بالصوت. هيك صوت منيح؟ هيك تمام. تمام. إن شاء الله. صباح الخير يا دكتور. في صوت عندكم يا شباب؟ لا، بعض الدكتور ما شاف. صباح الخير يا شباب. صباح النور يا دكتور.
يسعد صباحك. أنا دكتور. يلا شباب افتحوا صفحة 15. صوتك مش زي صوتي يا حبيبي، أنا صوتي راكب على الدكتور. الصوت واضح؟ تمام دكتور، هيك الصوت فيه. هاي العمليات حكينا في المحاضرات الماضية، العمليات اللي بتحتاج إلى أيدى عاملة بشكل عام تكون محبذة في الدول النامية، لأنه الأيدى العاملة أرخص بكثير من الدول المتقدمة. لذلك العمليات المكنة الزراعية المتقدمة الدول النامية اللي عندها وتكون أرخص في الدول النامية وغالية في الدول المتقدمة. لذلك العمليات الزراعية تعتبر من الأعمال الشاقة وذات كلف عمل عالي في الدول المتقدمة، صوتي قطع يا دكتور. استبعدت من السؤال. تفضل عندك الشباب، الصوت بقطع عندكم دكتور؟ الصوت يقطع كثير ويموج هيك بصير كيف. ممكن انا قاعد فاتح الكمبيوتر وفاتح التليفون عشان احكي من عنده، لانه الصوت تبع التليفون افضل. مرات بيجيني تليفونات هيك بتخرب الصوت، بعتذر. حكينا العمليه الزراعيه متوفره وجاهزه بالنسبه للفلاحين معظم الدول، معظم الاحوال بدوش زياده في الاستثمار او الاجهزه. حكينا في بعض نحكي سهل انك واحد يتصور مثلا بجنب الخسائر الكبيره بسبب الافات والامراض والاعشاب، لانه التحسينات الطفيفه للعمليه الزراعيه باستعمال طرق مكافحه اخرى ربما تؤدي الى زياده في تاثير برنامج مكافحه الافات بشكل عام وبشكل ملموس. يعني زراعات دورات، حسن احكي عن الدورات الزراعيه، زراعتنا باختيار محاصيل معينه، هاي الأشياء مع فهم الآفات بتكون مفيدة. لا يتوفر كثير من التحليلات الإحصائية عن الكلفة والأرباح الناتجة عن استخدام العمليات الزراعية، نيجي على بس مثال من الأمثلة كيف دراسة بعض العمليات الزراعية في أمريكا دون استأثير العمليات الأطوار غير كاملة في الخليج ذباب الشعر مستثمر بالبحث، في حين كان رعاية معامل مويه أقل من $200 لكل دولار مستثمر. إنه أنا أخر البضاعة للخريف الزراعي، تأخير الزراعة للغريف الذبابة هاي تيجي على البضاعة، يعني تجنبوا الفترة اللي بنشط فيها الحشرة، نتج عندي أنا ككلف إنه أرباح أعلى بكثير. لا نيجي على الأمثلة التطبيقية، حكينا كل هذا الحكي مقدمة
دكتور ما في صوت يا دكتور. أولا طيب تخلص من متبقيات العائد أو النبات المحصول، متبقيات المحصول الموجودة بتخلص منها. It is destruction of residual or alternative forest and volunteers plant. تخلص من المتبقيات، تبادل العائل، يعني بدي أعمل أنا أزرع أكثر من أو نباتات بديلة بتكون جاذبة، تخلص من المخلفات. تخلص من المخلفات مثلا الذرة، قصب السكر، الذرة، قصب السكر، تقلل من نقل الأمراض والآفات من موسم إلى آخر. الصوت ما قطع يا دكتور. الصوت واضح هيك يا حبايبي، أنا غير مش هذا والله. دكتور مشهور، في عندك مشكلة بموضوع الصوت، يعني لأنه أول البداية يبلش الصوت كويس بعدين يصير تقطيع وتمويج يروح الصوت نهائيا. انا اضطريت يا فاضل اني احكي من التليفون وفتح الكمبيوتر، تصور لو وين يعني بالمايك. صار مرات بيقطع ومرات الكمبيوتر كان مع... بيمش حبايبي الصوت، اضطريت اني احكي لكم، يعني الحكي يجي من التليفون فاتح زيكم عشان يطلع صوت اوضح. أول نقطة هي في العمليات الزراعية إنه إحنا نتخلص من بقايا المحصول. تخلص من بقايا المحصول معروف إنه هذا عملية مهمة جدا، تخللنا من تعداد الحشرات اللي بتكون أو الأمراض، نفس الشيء الشتي أو الضل في بقايا المحصول. عندنا مثلا الذرة الصفراء وقصب السكر، التخلص من مخلفات المحصول، خلالتنا من نخل الأمراض والآفات الموسم الآخر، خصوصا إذا كان التخلص نهائي، يعني بجمع المحصول بحرق المتبقيات، وإذا كانت في بعض أو إغراق الماء، خصوصا الحفارات اللي موجودة في الساق. في الولايات المتحدة في بحث تجريبي التخلص من السيقان والجوز في القطن، جوزة القطن تعرف السيقان والقطن الجوز من القطن نفسها، حرته بقايا المحصول ودفنوها، قتلت جوزة القطن، يعني الليدان اللي ضلها بجوزة القطن بنسبة يعني 75-80% تقريبا، تغطية السيقان جوز متبقي بمكانه قتل ما يقارب 80% من اليرقات، يعني اليرقات الموجودة في السيقان هرموها حطوها مطحنة، تمام، قتلوا اليرقات اللي فيها، خلصونا من الإصابة تقريبا 90%. في الموصل في العراق بالنسبة لنبات القمح، عملية الحراثة العميقة أدت إلى قلة الإصابة في السنة القادمة بحشرة الشرير الأخضر. وسط العراق وجنوب العراق وجد أنه تكريم النخيل وجمع الثمار متساقطة تقل من إصابة حشرات وأمراض في الحقل والمخزن. الآن كم، إذا بنسأل نفسنا كم آفة موجودة في المتبقيات أو الثمار الموجودة في الحقل على الأرض واقعة أو الأوراق متساقطة
كثير من الآفات بتكون موجودة في بقايا المحصول السابق أو الأوراق اللي متساقطة أو الثمار المتساقطة اللي بتظل على أرضية الحقل للمحصول القادم. عملية فهمنا لدورة الحياة المرض ودورة حياة الحشرة بشكل عام بتأدي أن نفهم وين أطوارها، فترة التشتية، إشي بتعذر في التربة، إشي بخبص السيقان على سميتها خصوصا الحفرات. هاي عملية أنه أنا أتخلص من بقايا المحصول تعطيني نتائج ممتازة جدا للآفات، بقلل الأعداد اللي بتبدي فيها الجيل الموجود. إذا بنحكي قاعدين على متبقية حاصيل في توصل إذا يعني تتخلص منها تحرقها أو تفرمها أو بقيات من أي آفة موجودة فيها بتوصل لي إلى استفادة من 80-90%. إذن العملية الزراعية ممتازة جدا لبعض الآفات وهذا مفهوم جيد. نيجي the dates of sowing اللي هو تاريخ البيضاء والحصاد المختار الجنب الإصابة. الآن عندي أنا القاعدة هاي بتحكي لي أنه أنا بدي أتجنب النشاط الحشرة وعندما يكون المحصول في الفترة الحساسة للإصابة. أنا بدي يكون فترة حساسة للإصابة في المحصول أبعدها عن فترة نشاط الحشرة. فترة نشاط الحشرة إذا توافقت مع تطور النبات الحساس أو يعني العمر النبات الحساس إذا بيكون عندي خسارة كبيرة. مثال محصول فستق الحقل جنوب الصحراء في إفريقيا، مرض فيروس التورط تنقل بعض حشرات المن. في حالة الزراعة المبكرة في حين تقل الإصابة عندما يزرع النبات متأخر. إذا زرعت النبات متأخر في هذا المحصول الفستق الحقل الفستق العادي، إذا زرعته متأخر بكون أنا بعدت من نشاط المن اللي هو بينقل لي فيروس. بقل نشاط المن أنا بزرع بكون زرع متأخر فأنا ببعد عن نشاط المن، هيك بتخل عندي الآفة. دورة الصفرات أن عارفين حفارة ساخن دورة تكون أقل في حالة الزراعة المبكرة دون استخدام الأسمدة والمجاز. يعني نبدأ بكر الزراعة عشان أتجنب فترة نشاط ذات لأي كل حشرة مثلا في شيء بيطلع في شهر واحد إيش في شهر اثنين إيش في شهر ثلاثة إيش في شهر أربعة. فأنا بلعب في وقت الزراعة إما ببكر الزراعة أو بآخر الزراعة مشان أنا أتجنب الآفة في عندما تكون نشيطة. الآن بالإضافة لوقت الزراعة موعد الحصاد له تأثير كمان حبايب، عدد الحشرات في الحقل في البرسيم والجت في القطع تمام الأولى والثانية طريقة عملية مكافحة سوسة البرسيم. القطن نفس الشيء قبل ان يمكن السوس يجي على جوز القطن يسبب يعني بنتجنب خساره. الان يعني عمليه البرسيم انه انا اذا عمليه الحشد او بتكون طريقه لتخفيف الاصابات وجوز القطن. وبالنسبه للقطن إذا بدي أحصد قبل وقت ما يطلع البيك قبل ما يطلع عدد الآفات سوسة الجزء القطن تطلع تعمل لي مكافحة جيدة. إذا أنا بدي أبكر في الحصاد بدي تكون طريقة من طرق تجنب الآفة. إذا أنا ببكر في الزراعة آخر الزراعة مما يتوافق إنه أهرب من ضرر الآفة أعطاني جدوى جيدة. كمان الحصاد في وقت معين بعطيني نتيجة جيدة. الآن الجد
ناس بندر الزراعة الجيدة. أنا ممكن بل عندنا عناية ورعاية في النبات بشكل جيد يكون عندي قوي بقوي النبات. كثير من الآفات تزداد أعدادها وتكون شراستها أعلى عندما يكون النبات ضعيف، نقص السماد، أصناف غير مناسبة في جو معين. إذا ضعف النبات بتزيد إيش عنا نسبة إصابته ببعض الأمراض. قيمة الزراعة الجيدة العناية والرعاية في وقاية النبات يمكن تجاهله، خصوصا بالنسبة للأشجار. أنا شجر كثير إذا أحملنا تخريم الأشجار يعني وإزالة الأفرع القديمة، إزالة الأفرع المتكسرة. الحفارات بشكل عام بتيجي على النبات الضعيف، الحشبي المتخشب. إذا الأجزاء هاي إذا عملية التخريم يعني بتخول النبات أولا، إجهاد على النبات بخففه وبصير ببعد عن كثير من الحشرات اللي تكون إن الجزء ضعيف النبات هو حساس للإصابة. عندنا مزارع الشايب الهند، العنكبوت الأحمر يعتبر اللي هو التترانيك أو تابع للتترانيك دي حالم الأحمر يعني، هذه خطيرة. يجدع بعض الأوراق القديمة التي عند إزالتها تقلل بصورة كبيرة من أعداد وبالتالي انتقاله إلى الأوراق الحديدة أو قواعد القمام النامي. حكينا أنه أنت مثلاً العمليات الزراعية أنه أنا أو أوراق قديمة ما بدي أتخلص منها لأنها بتكون مستنفذة من الحشرة، عددها كبيرة الحشرة عليها. إذا ظلت على النبات تكون الأعشاب ما معروفة، الأدغال معروفة أنه بتخلي لنا يعني بتنفس النبات على الضوء، نفس النبات على الغذاء وعرضه. نفس الأعشاب بتكون هي عائل بديل أو وسطي من الآفات. كثير من الآفات عندنا عوائل وقد تكون فهي إما بتكون عائلة مصدر إصابة بتجينا من الأعشاب أو أنت مثلا بترصد تروح ترجع لك. إذا الآن ممكن أنا أقلل أعدادها بتخلص من الأعشاب المضارة، الأعشاب النفس إنه المحصول نفسه على الضوء الغذاء والرطوبة والمكان. عندنا دورات الزراعة rotation of crops and avoid buildup of pests، إن بنستخدم دورة زراعية المحصولات تجنب نمو الآفات. الدورة الزراعية بتكون لأي نباتات حكينا للآفات، الآفات اللي بتكون متخصصة على محصول معين. إذا المحصول مش موجود ما بتروح على محصول تاني. هذه الآفة بتكون مضطر على نبات معين أنا ما زرعته فهيك الحشرة ما لهاش عائل في ذلك الموسم، وإذا خرجت وما لقيتها كل الأعداد. إذا نتائج لدى قابلية على الهجرة تكون محدودة، دور الزراعية عندها الشول نيماتود بشكل عام تكون في بعض الأنواع منه متخصصة. إذا أنا ما زرعتش المحصول اللي هو عائل إلها ما فيش إلها غذاء بتخل وبتموت. أكثر دور الزراعية شو تتضمن محاصيل النجيلي والبقول محصول محاصيل الجذرية فالحشرات اللي تغذى، وهذا ملوظة في حد من أضرار الخنافس البيضاء في الولايات المتحدة. يعني أنا بدي أزرع قمح عائلة النجيلية، بدي أزرع فول. العمليات المشتركة أو الآفات المشتركة ما بين هذه المحاصيل قليلة جدا، لذلك اللي بيصيب النبات عملت له روتيشن، عملت له دورة بطلع جيد. بوضع الزراعي مثل مصر، مصر عندهم يجبر إجبار الفلاح على زراعة البسين بعد الخطون
ومن أفضل تجارب زراعة محاصيل متخاربة في طبيعتها. التخطيط لعمل دورة زراعية ملائمة لمحصول ما يتطلب معرفة دورة حياة الآفة عوائلها ضمن المنطقة الزراعية المحدودة. أنا بعرض أتجنب آفة بدي أعرف العوائل اللي بتصيبها الآفة. مش أروح أنا أعمل دورة زراعية وفكر حالي وهي ناجحة وأزرع لي إشي بتصيبه الآفة. بدي أزرع شيء ما بتصيبه الآفة. الدورة الزراعية ممتازة جدا في الآفات اللي بتكون محدودة العائل يعني متخصصة. إذا قابلية الهجرة قليلة يعني من ضلف الأرض ضلف المنطقة هذا إذا هيك أنا حجزتها في الأرض ما أعطيتها المحصول اللي بدها تصيبه وبذلك بقل أعداد. أنظمة الزراعة الأنظمة عندي الزراعة الموحدة والزراعة الخليطة أو الزراعة اللي موجودة وعندي نباتات حولية ونباتات دائمة. هذه أنظمة الزراعة كمان ممكن أستخدمها في مقاومة الآفات. نظام الزراعة المختلط هو أكثر سائدة حكينا في الدول النامية وتنمو أنواع النباتات حولية ودائمية. ليش عشان أعمل لي نظام زراعي معقد بيهم في حياة يعني معقد بيكون عندي خليط من أنواع النباتات. أما في الزراعة الموحدة أو المنفردة بتكون في دول متقدمة بتشوت فيها الأجهزة الآلات آلات حصاد ومكافحة الأعشاب. مثال زراعة فستق الحقل مع الذرة الصفراء تخفض الضرر الناتج على الإصابة بحفار ساق الذرة، وكذلك في نبات الذرة كانت تصاب مرض الدور البارز بشكل أقل. يعني أنا زرعت محصولين محصول فستق الحقل مع الذرة الصفراء لا شفت إنه أو الناتج تبعي إنه الإصابة في الذرة كانت أقل في مرض التورد الفيروسي روزينج فيروس وحفار ساق الذرة. عندنا في العراق مثلا بتنزل بزرع نخيل تحتيه حمضيات وبتخلله زراعة خضروات. طلعت الزراعة متشابكة هاي أعطتني نواتج جيدة تكون المخاطر أقل في حالة الزراعة المختلطة من الزراعة المنفردة بعدة أسباب. تكون مواضع أو حواجز تتخذ فيها فيما بينها محاصيل حساسة. الآن يكون عندي أكثر من زراعة بتكون هي حاجز وعندي هاي النباتات تكون بديلة كعوائل تبعد الآفة عن المحصول وقت الخطر. لأن بدي أزرع محصول مع محصول آخر وبكون المحصول الثاني بديل عن المحصول الأساسي وبذلك أنا ببعد الآفة عن المحصول الحساس. وهيك أنا كمان بستفيد من الأداء الطبيعي. فهم نظام تداخل الآفات والمحاصيل الزراعية المختلطة يؤدي لاستغلالها بأكثر طريقة طبيعية للمكافحة. يعني أحكي كمان على نيجي على النقطة الثالثة كثرة النبات. حكينا التشابك بالنبات ممكن الأوراق بعض الآفات يعني تزداد انتقالها من نبات لنبات إذا كان عندي تشابك خصوصا مثلا الحلام بشكل رئيسي تشابك لأن العنكبوت ما مش طيار عنده عدة طرق بينتقل بالحشرات بينتقل بالغبار بالهواء. كمان إنه يكون عندي تشابك بين نبات ونبات بينتقل بيمشي من نبات لنبات. البحوث بتعطينا إنه كثافة النبات قد تؤدي لحدوث آفات معينة في المحاصيل. دور المسافات وكثافة النبات في مكافحة الحشرات تعتمد على نوع الحاصل ونوع الحشرة وعامله. أنا بعض التطبيقات الأخرى مثل تحسين الخزن الري المنتظم استخدام الأسمدة التبوير استخدام المحاصيل الصائدة حراثة. يعني عند الحراثة مثلا وجد أن عمق الزراعة على سبيل المثال قد يؤثر على إصابة حشرة درنات البطاطا. عند الزراعة تبوقع الإصابة خفضت استخدام العمليات الزراعية ووجدنا أن العمليات الزراعية عند فهم حياتية الحشرة وحساسية النبات والعوائل تبعت الحشرة وأوقات الزراعة أمور كثيرة. هاي بتعطينا فهم لأنه فيها العديد من العمليات الزراعية تطبيقات تؤدي بشكل كبير جدا في خفض عدد الآفات وأساليب أسلوب مكافحة رائع جدا. مرينا على التخلص من المتبقيات أنه نستخدم تواريخ معينة نهرب فيها من
الآفة ونشاطها، إما ببكر الزراعة إما بآخر الزراعة، الحصاد نفسه إذا زي البرسيم خصوصا بحش وحش ولا حش تاني بتخلص من الحشرات الموجودة، الزراعة الجيدة، حكينا النبات الجيد من عملية تخليم، عمليات إزالة الأعشاب رائعة جدا في كثير من المحاصيل، دورات الزراعية خصوصا المحاصيل المتخصصة واللي قدرتها على الهجرة قليلة اللي بتكون جيدة، أنظمة الزراعة المنفردة والمختلطة، إذا كان عنده خليط يعني أكثر من النبات موجود في الحقيبة بتكون الإصابات أقل، كثرة النبات حكينا كثرة النبات والمسافات الزراعة، النخيل على سبيل المثال 8 متر 10 متر إذا أقل من هيك بيصير تشابك في الأوراق وقد تنتقل من آفة لآفة، عملية إنه مسافات الزراعة بالنسبة إنه يصير تنافس بين النباتات مع بعض على الشمس وعلى المكان، كذلك هاي بدها تنحس أبواب جيدة جدا، الخزن الجيد، الري المنتظم مشان أخف يعني أعطينا النبات حاجاته المناسبة ويطلع نموه ممتاز، وبواكل الري المنتظم بعطينيش فرصة لزيادات الرطوبة أو نقص الرطوبة، وهي كمان بالأمراض بتهم كتير، استخدام الأسمدة بدي مثلا كثير من الأسمدة إذا استخدمت بشكل خاص خاطئ بيكون في تفضيل لآفة معينة تيجي زي زيادة الأسمدة النيتروجينية بتدينا زيادة دفع وزيادة خصوبة بعض، عملية تبوير أرضي تركها بدون زراعة مشان الآفات اللي موجودة فيها ما تلاقي نباتات ويقل أعدادها، بعض المحاصيل الصاعدة اللي عندي تفضيل من العوائل معينة من النباتات لآفة معينة بستخدم هذه النباتات وبزرعها في الحقل مشان تجي الآفة عليها وتبعد على المحصول، الحراثة بشكل رئيسي جيدة للتخلص من كثير من الآفات اللي تكون يعني بتقدر تشتي في التربة أو بتتعذر في التربة، فالحراثة كمان بأثر لي على بعض الآفات اللي بتصيب مثلا البطاطا، البطاطا اللي زرعتها في عمق مناسب مثل 10 سنتي 11 سنتي فدوت درنات البطاطا أو عث درنات البطاطا بتكون الحب والبطاطا نفسها حبة البطاطا محطوطة ومغطية في العمق، لكن إذا تكشفت فوق البطاطا بتجيها الشمس بتصير عندي لونها أخضر وبتجي الآفات الحشرية بتبيض عليها وبتصيب لي بتضرب حبة البطاطا، لذلك أعماق الزراعة كمان بيأثر لي، فالعمليات الزراعية من العمليات المهمة جدا وفاهمها بطريقة جيدة واستخدامها بطريقة جيدة بيعطيني نتائج مبهرة، بيعطيني نتائج رائعة جدا، وبالنسبة للكلف اللي أنا بستخدمها في مقاومة الآفات ومكافحة الطرق الأخرى تعتبر من الطرق المعقولة، وأنا بقى أصلاً هاي العمليات مجهز فيها في المزرعة، كان حراثة كان دزيل يعني الأدوات موجودة في المزرعة. أكمل ضغط المحاضرة أنتم دكتور أول شيء الله يعطيك العافية، لكن بقي خمس دقائق دكتور او اقل. اتفضل دكتور مشهور. تفضل. اول شيء الله يعطيك العافيه ما قصرت. ثاني شيء يعني صراحه المحاضره هذه والله ما فهمنا منها شيء صراحه، لانه تقطيع الصوت كثير وفي كلمات كثيره، يعني كنت انا لاني انا اكتب وراك في اشارات كثيره ما كانت واضحه فتخربطت فعلا، يعني ما ادري اذا الشباب نفس المشكله عندي ولا لا. عندك
فاضل بدي ارفع تسجيل المحاضره على المنصه، اذا راجعتها وبرضه نفس الشيء عندي اشكاليه في فهم المحاضره، المحاضره القادمه بنوه للامور الرئيسيه لها، النقاط الرئيسيه ان شاء الله دكتور. ان شاء الله، الله يعطيك العافيه. انت متبقي معنا وقت فاضل؟ ما عنديش وقت توقيت للمحاضره، كم ضايل عندكم وقت ببين معكم؟ لا والله مش مبين احنا معنا، انا لاني فاتح عن طريق التليفون، لكن 32 الوقت، الساعه 11:32 واحنا 11:40 في عندنا محاضره 45 عفوا. دقيقتين يخلص الزوم دكتور. الآن بخلينا نراجع بصورة. العمليات الزراعية مش كان أنا أتجنب الآفة، تعتمد على إيش؟ تجنب الآفة. أنا بفضل أفهم دورة حياة الآفة، وين بكم جيل، إمتى بيطلع الجيل، إيش العوائل تبعت المناسبة. الفهم بتأدي لي انه انا بقدر استخدم طرق زراعيه في تجنب الآفة. هذه الطرق كثير من السيقان، حفارات السيقان مصابه على الارض، عمليه التخلص كثير من الاعداد اللي ممكن ترجع تصيب للحقل، وهي مفهومه التخلص من المتبقيات المحصول اللي هي بدي الم بقايا المحصول او الثمار المتساقطه، لان هي ايش؟ مصدر اصابه. بتكون عندي احد الاساليب الزراعيه، بدي اقدم الزراعه او اخر الزراعه كوقت زراعه، بدي اتجنب فتره نشاط الحشرات، اما بقدم وقت الزراعه مشان اتجنب نشاط الحشرة. النبات حساس عرضة للإصابة، أنا بدي إشياء تكون تتوافق مع فترة نشاط الحشرة. فأنا إذا أما بأخر زراعة أو بأخر زراعة بقدم موعد زراعة بهرب من الإصابة من الآفة، وبرضو بالحصاد، إذا حصادت قبل ظهور الآفة أو فترة عدم وجود الآفة بيطلع عندي عملية جيدة. العمليات الزراعية بتؤدي إلى يكون عندي نبات قوي، النبات الضعيف يكون جذاب للحشرات خصوصا الحفارات. إذا عندي سيقان قديمة أو أوراق قديمة، هاي الزراعة الجيدة بتؤدي لأن النبات يكون صحته جيدة ويكون مقاوم أكثر. دورات الزراعية حكينا النباتات اللي بتكون متخصصة وعملية انتقالها من حقل لحقل او المسافات بتكون قليله، استخدام الدورات الزراعيه بيطلع ممتاز جدا، لانه انا هذا ما زرعت العائل تبعها، زرعت نبات ثاني، فالحشره او الافه نماتود فطر بده يطلع ما يلاقي الغذاء تبعه، راح يلاقي محصول ما بيناسبه وهو بتغذاش على محصول معين، فبذلك بتقلل اعداده. انظمه الزراعه إن كانت موحدة، حكينا الزراعة المختلطة موجودة في دول نامية والمتقدمة تكون موجودة موحدة، حكينا وشرحنا في المحاضرة أن الزراعة المنفردة بتكون مرتع والإصابات بتكون عالية جدا لأنه محصول واحد وعدد غير يعني كبير.